السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا مننساش نعمل لايك، نشترك في القناه، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. خبر النهارده بيتكلم عن رانيا زوجة بغداد بنجاح وتدعيمها ليه ودعمها ليه. واول مره طبعا رانيا ما بتحطش حاجات كتير على الستوري الخاص بيها، ولكن حطت الستوري الخاص بيها الهدف اللي جابه بنجاح ورقصته معاه بليلى. كان بمثابة دعم منها لي، وطبعا تعبير عن حبها وتقديرها لي. يا رب ان شاء الله دايما ربنا يسعدهم، يكونوا مع بعض ويخليهم ابنهم شاهين وبنتهم يا رب العالمين، ويرزق جميع بالذرية الصالحة يا رب، يبارك في اولادنا اجمعين. اشوف حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.